معصوم أو لا؟ بلي قرآن قطعا كلنا نعتقد أنه معصوم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فالقرآن معصوم. إذا كان علي مع القرآن وكان القرآن مع علي، المعية الطرفينية، لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، لن يتفرقا، لن تفيد كما يقول أدباء اللغة العربية تأبيد النفي. شنو معناها؟ هذا معناه العصر، يعني علي لا يمكن أن يذنب، كما أن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بنص القرآن الكريم، فعلي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فكل موقف وقفه، كل كلمة قالها هي الحق. هذا معنى العصمة في بعدها الأول. هذا أيضا اختراع شيعي، هذه أيضا صناعة كلامية شيعية، هذا حديث النبي الأعظم في اليوم الأول، لا ترتبط بالتحدي الذي قام في العهود المتأخرة، وليس كتابا شيعيا. فإذن نستطيع أن نقول إن فكرة عصمة أهل البيت أو العصمة بشكل عام هي فكرة قرآنية احتوى عليها القرآن الكريم وذكرتها أحاديث أهل البيت الصحيحة عند علماء العالم.